يؤمن العديد من الناس مثلي بأهمية توثيق كل شيء وتسجيله، حيث يعرف المحيطون بي أني أفضل تسجيل كل شيء، كل كبيرة وصغيرة. من قابلت ومتى بالتحديد؟ وما هي المدة التي استغرقتها المقابلة؟ ومن تحدث معي في الهاتف وتحدث حول ماذا؟ وهكذا كل كبيرة وصغيرة أحب تسجيلها، لإيماني بأن المعلومات عندما تتراكم تعطي دلالات هامة وتساعد الإنسان كثيرا على اتخاذ القرار السليم مستقبلا بناء على مشاهداته وملاحظاته المبنية على حقائق موثقة وليس على الظن أو التخمين. ويساعدنا دفتر اليومية في أوتلوك أن نسجل كل شيء نريده: محادثة هاتفية، مقابلة، رسالة واردة أو صادرة، فاكس أو اجتماع، أو ملف وورد أو إكسل فتحته وعملت فيه لدقائق، أو أي شيء. ويمكنك في مجلد دفتر اليومية أن تطلع على العناصر المسجلة، حيث تظهر عدة معلومات تفصيلية عن كل عنصر. كما يمكنك أن تقوم بإنشاء عنصر جديد في إطار مستقل تحدد فيه موضوع العنصر ونوع هذا العنصر، وعندما تفتح قائمة نوع الإدخال سوف تعرف جيدا ما هي العناصر التي يمكنك تسجيلها في دفتر اليومية، وسوف يعجبك تنوعها وكثرتها. كذلك يمكنك تسجيل بيانات أخرى تفصيلية عن الإدخال ثم تحفظه، وفي أي وقت يمكنك تعديل أي إدخال أو حذفه أو طباعته. كما يمكنك أن تخبر أوتلوك أن يقوم بتسجيل نشاطاتك التي تنفذها على الكمبيوتر تلقائيا داخل دفتر اليومية. وبهذا الشكل يعمل أوتلوك كسكرتير خاص يسجل لك كل أفعالك حتى تعود فتتذكر أيا منها لاحقا.